استقبل معي بعد إذنك على الهاتف متحدث وزارة أو المتحدث الرسمي للصحة بمنطقة مكة الأستاذ حمد العتيبي. أستاذ حمد مساك الله بالخير، ليتك تزودنا عن آخر إحصاءات صحة مكة حول الحالات. أهلا وسهلا أستاذ المفرح، مسيت بالخير والسادة المشاهدين ولضيفتك الأستاذين في الاستديوهاتكم. في البداية آخر الإحصائيات ارتفعت الإحصائية إلى 619 حالة مصابة. طبعا هذه الإحصائية تعد نسبة ضئيلة بالنسبة لو قارناها بعدد سكان منطقة مكة المكرمة اللي تقريبا يصل إلى 1,000,000 شخص. الوضع بشكل عام أخوي مفرح مطمئن إن شاء الله، لأنه هذا المرض مرض الجرب هو مرض غير مخيف، وأيضا هو غير مخيف لأنه مرض سطحي يصيب الجلد. طيب الجلد من الخارج ولا يصل ايضا للاعضاء الاخرى. طيب بس نخاف منه. بسالك وجاوبني بصراحه، يعني بحكم انك متحدث صحه، مدير تعليم مكه يقول انه الجرب مثل الزكام، هذا الموضوع صحيح؟ والله شوف، الجرب ما هو انفلونزا عشان احنا نقول مثل الزكام، او ما هو يعني يصيب الاجزاء الداخليه. زي ما قلت لك، أنا الجرب يصيب الجلد من الخارج، وايضا هناك في مركبات فاعله تستخدم لعلاجه ولا تتجاوز 3 أو 4 أيام مدة الشفاء، وأيضا جميل. مراهم. شكرا. نعم شكرا لك. بس حبيت بس أضيف إنه إن شاء الله إنه الأمور تحت السيطرة، وفي تنسيق مشترك بين صحة منطقة مكة وبين تعليم مكة. نتمنى للأهالي وأيضا للزميلة اللي طلع معكم في المداخلة الأستاذ عبد الله الزهراني، نتمنى لإذنه الشفاء العاجل، ونحب نطمنه إن شاء الله إنه الموضوع بسيط، يعني لا يتجاوز 3 أو 4 أيام بالتماثل وللعلاج. وقرص واحد أخوي مفرح لازم أنوه أنه أحيانا استخدام قرص واحد قد يكفي يعني للشفاء، ما يحتاج أن يستخدام علبة. بنعم أو لا قبل ما أودعك أستاذ حمد، ما عندي وقت والله، هل العلاج متوفر بشكل كافي؟ العلاج متوفر، والأخت فاتن قبل شوية نوهت أنه في بعض المصابين من ذوين الدخل المحدود قد لا يستطيعون تحمل شراء ثمن الدواء. أحب أقول أن الصحة وفرت الدواء بالمجان في جميع المرافق الصحية لكل الناس ما عندنا أحد معين. شكرا لك أستاذ حمد العتيبي على هذا الإيضاح.